نهاية اليوم السابع للجنة قرار قرار الترشح لمصر رئيس الجمهورية، ولم يتقبل أحد نقل أعمال اليوم السابع، وما زالت اللجنة مستمرة عملها حتى يوم 14/10 إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساء، آخر يوم لموعد طلبات إدارة الترشح. أما اليوم النهارده لم يتقبل أحد، وما زالت ثلاث مرات فقط تم تقديمهم من لجنة إدارة الترشح. شكرا ومستمرين مع حضراتكم أول بأول إن شاء الله. نهاية اليوم السابع للجنة قرار قرار الترشح لمصر رئيس الجمهورية، ولم يتقبل أحد نقل أعمال اليوم السابع، وما زالت اللجنة مستمرة عملها حتى يوم 14/10 إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساء، آخر يوم لموعد طلبات قرار الترشح. أما اليوم النهارده لم يتقبل أحد، وما زالت ثلاث مرات فقط تم تقديمهم من لجنة إدارة الترشح. شكرا ومستمرين مع حضراتكم أول بأول إن شاء الله.